النهاردة أنا زعلت أحمد مني، فكان لازم أصالحه بقى علشان ما بحبش الزعل يطول أبدا، فحبسته في الأوضة لوحده وقفلت عليه بالمفتاح علشان ما يخرجش واشتغل براحتي. فرشت بقى أنا الصالة بقى في الحتة اللي هيمشي عليها كده، وعملت ديكور على قد كده، وفرشتها بقى بالورد والفل وعلى شوية شموع حلوة كده، وده كان شكلها في الآخر. والصراحة كنت بفكر أطبخ، بس أنا خفت بقى أبوظ الدنيا، فجبت له أكتر الأكلات اللي هو بيحبها، فرحت على السفرة وفرشتها بشوية ورد كده على شوية شموع حلوة كده. تعالوا أوريكم الأكل. جبت له بيتزا إيطالي، بس للأسف كانت جاية باردة ومتطبقة بالشكل ده. حاولت أظبط شكلها بس مش عارفة إيه الحظ ده بس. وكمان جبت له اكتر حلويات هو بيحبها، يعني دلعته على الاخر. ورحت بقى افتح الباب وعايزاه يعرف ان بحبه اكتر من اي حاجه. يا احمد استني في الاوضه يا رون. ان 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 مفاجأة الوزير حبساني في الاوضه وانا طار يا رنا. ده احسن من الوزير والله. الناحيه دي شكلها متوضب والناحيه دي شكلها اتزب. الناس بقى انت عشان بس ما يشوفوش ان انت بص ملناش دعوه بالحته دي، كلامك في الحته دي ماشي. لا استنى هتروح كده ايه في ايه محتاج اقفله شويه. لا تقفل ايه، بس حاجه حلوه احلى من كده. ايوه عندك حاجات كتير احلى. 5 ثواني بسرعه. فريد بيري على شبشب اوتو. صراحه انا مش عارف ابدا منين ولا مين، بس هي البيتزاية جميلة. تسلم ايديك، يعني هي متطبقة كده وعاملة والجبنة جاية. ايه ده؟ ايه رأيك في الطعم؟ وحشة ولا ايه؟ جبت لك الحلويات اللي انت بتحبها. اوبا ايوه، ما انا شايفاك ساكت مش بتتكلم كده. احنا نخلص الحادق ونخش في الحلو. هي الجبنة ايه ده؟ في ايه بجد؟ ليه بيعملوا كده؟ مش متوصين بالطلب الصراحة. المهم ان انا حاولت فجأة بحاجة حلوة كده تغير المود شوية. ربنا يخليك ليا والله يا رناشة. اهم حاجة ان توتة نايمة فالواحد اسكتي بقى. تيجي على السيرة من حق الدلع بقى النهاردة. خش على الحلويات بقى، الرجالة تاكل الأول. قلت لك الحاجات اللي انت بتحبها من المكان اللي انت بتحبه. اه والله العظيم انت يعني نشنتي فعلا. ايه رايك؟ الملفي عندهم في الجون دايما. مش عايز اظلم البيتزات او المحل، يعني يمكن يبقى المره دي جلت منهم، يعني مش ما اعرفش، يعني لو ناس جربتها بقى في البيت يقولوا لنا رايهم ايه. تعالوا نقول الاكلير، ما تفسده البيتزا يصلحه الاكلير. لا 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 مبسوط. الإكلير ده في قلبي. دي من ايدي بقى. الله. طبعا دي احلى قطعه عشان انا دوقتها لك بايدي كده فيها سكر. دوقي بقى مشكل الجبن. حاسس مشكل الجبن احسن. ما هي طبعا احلى. دوقي كده. لا ده عشان انا حاطط ايدي ده عشان حاطط ايدويا كده من غير ايدي. دي طلعت حلوه والله. ايه ده؟ طلعت حلوه والله. طب يا ابني ستوب. اخر حاجه عايز اقولها لك بقى ان انا بحبك، ربنا يخليك. هو عادي اننا نتخانق مع بعض ونشد، اهم حاجه اننا ما نكبرش بالغلط وعلى طول نعتذر. وانا بحب